ولكنها نحن لا طبعا نحرك، ولكن للأسف لا بالحق تفعل ذلك نتيجة لظروف كثيرة سياسية واجتماعية واقتصادية وغيرها. لكن إذا ما عدنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تتصاعد هذه التظاهرات في ظل أجواء انتخابية. كيف يبدو التأثير المحتمل على حظوظ بايدن الذي اعتمد في الماضي على أصوات الشباب وأصوات التقدميين، وكيف يقارب الجمهوريون يعني رؤيتهم لهذه التظاهرات؟ يعني أولا بالنسبة إلى الانتخابات الأمريكية وحظوظ بايدن في فوزه في فترة قادمة، أعتقد أصبح من الصعب جدا على بايدن أن يفوز في الانتخابات القادمة. استطلاعات الرأي تشير أنه الرئيس السابق المرشح ترامب هو يسبق بعدة نقاط. لو جرت انتخابات حسب استطلاعة الرأي، لو جرت انتخابات الآن لفاز ترامب في الانتخابات. طبعا بايدن يخسر الانتخابات، ويعني بتقدير أنه لن يفوز. وتأتي هذه أيضا الحراك الشعبي، الحراك الطلابي داخل الجامعات، أعتقد هذا وأيضا موقف الرئيس الأمريكي من هذه الاحتجاجات، يعني بطريقة أخرى هو يحرض الأمن، يحرض على هذه الجامعات، ويحرض من خلال يعني استخدامه إنه هؤلاء الطلبة احتجاجاتهم يعني تعبر أو إنه ضد ضد اليهود وضد هذه الأمور. أعتقد هذا لن يساهم في تزايد الشعب. أعتقد شعبية بايدن الآن في الحضيض، ولا أمل في انتخابه مرة قادمة. أعتقد أن القاعدة الشعبية في الحزب الديمقراطي يرفض أن يصوت، وهذا كان واضحا في السابق، خاصة العرب والمسلمين في أمريكا نعم. وأيضا حلفائهم. كان هناك بتصريح صحفي من فترة سابقة أنه كان لن نصوت لبايدن، وكانت هناك شعار وقالت أباندند بايدن، أباندن بايدن، يعني أتركوا بايدن، او ان يحضروا او لا تتعاملوا مع بايدن او لا تصوتوا لبايدن. هذا شعار، وهذا الشعار بالتالي انه بايدن لن يفوز في اي انتخابات قادمه، نظرا لما يقوم به من اول شيء انتهاك للحريات، الحريات في الداخل الامريكي، وانتهاك للدستور الامريكي اللي المفروض هو رئيس، هو رئيس الدوله، المفروض ان يكون هو مثل ويكون نعم. هو اكزامبل او مثل للناس، مثل للمجتمع، ولكن هو من يعطل البند الاول في الدستور الامريكي، وهو من يقدم السلاح لاسرائيل، وهو من يسمح لاسرائيل بالاستمرار في عدوانها على قطاع غزه، وهو من يصدر، وهو من صادق قبل يومين على مساعدات لاسرائيل بقيمه 26 مليار دولار، منها 19 مليار دولار اسلحه وذخيره. ما معنى ذلك؟ معناته بايدن هو مشارك، بل نعم، أمريكا وبايدن، إدارة بايدن هي من أشكرك، تقود الحرب على الشعب الفلسطيني. أشكرك جزيل الشكر.